اهلا بكم في درس جديد من دوره تصميم وتطوير لعبه تيترس بازل جيم ترتيب الرباعيات الملونه. وقمنا الى الان بانشائها وتهيئتها واضافه بعض الخدمات والسيرفيسز، واستطيع القيام بتحريكها نحو اليمين ونحو اليسار وذلك بوضعها في المكان المناسب. تمام، دعوني اولا اقوم بابطائها قليلا لكي اسريع بعض الشيء. لنقول هنا مثلا 300 لنرى بهذا الشكل. الان سوف أقوم أيضا بتدعيمها وذلك بإضافة المزيد من هذه الفيتشرز. فمثلا في هذه الحالة التي نمتلكها الآن أستطيع فقط القيام كما قلنا بتحريكها نحو اليمين ونحو اليسار، ولكن لا أستطيع القيام بالتعديل عليها ذاتها ولا أستطيع القيام بتدويرها، وفقط أستطيع القيام بوضعها نسبة إلى هذا الشيء وهذا المظهر الخاص بها. ولكن لعبة التترس الأساسية أستطيع القيام بالتعديل على هذه الشيبس والقيام بتدويرها وذلك لوضعها في أماكن معينة بشكل الملائم والشكل الأنسب. والقيام بهذه العملية أحتاج هنا إلى إنشاء بعض التوابع التي من خلالها أقوم بالتدوير نحو اليمين والتدوير نحو اليسار. وهنا يلزمنا أولا القيام بالذهاب إلى كلاس الخاص بالشيء، ونقوم أولا بإضافة بعض التوابع المساعدة، فكما قمنا هنا بإضافة هذه الخاصة بجلب القيام الإحداثيات، سوف أقوم بشكل مشابه تعديل على هذه الإحداثيات. فنقول مثلا public set x نسبة إلى إندكس معين وأيضا قيمة خاصة لتكون value، طبعا هي void. وهنا سوف نقول نسبة إلى هذه coordinates التي هي مصفوفة ومزدوجة، في الخانة الأولى لدي أربع قيم تعبر عن هذه الرباعيات، والقيمة الثانية أستطيع القيام بوضع إندكسان، الأول يعبر عن الإكس والآخر يعبر عن الواي. وهنا سوف نقول coordinates نقوم بوضع الإندكس، وبما أنه أقوم بالتعديل على الإكس فنقول هنا صفر وهي تساوي الفاليو بهذا الشكل. وأيضا بالنسبة للواي نقول هنا قم بالتعديل عليها وذلك نسبة إلى إندكسها. هذه الخطوة الأولى. وأيضا من أجل القيام هنا بالتعديل على هذه الرباعيات كما نرى أمامنا، فكما نشاهد قمنا هنا بتوظيف هذه القيم إما قيم موجبة أو قيم سالبة أو قيم حيادية وهي الصفر. لذلك إذا أردنا القيام مثلا بتدويرها يكفي أن أقوم بضرب هذه الأعداد بإشارة سالب فأستطيع القيام بالتعديل على مظهرها. دعونا نرى كيف يتم ذلك. فهنا مثلا بداية سوف أقوم بإنشاء تابع public يقوم برد شيء، لأنه سوف أقوم برده بعد القيام بتدويره. لنقول مثلا rotate left، والحالة التي لا يلزمني القيام هنا بالتعديل عليها دعوني أقوم أولا بجعل هذه void لنرى هنا إذا قمنا بالتشغيل. فهنا مبدئيا هذه أستطيع القيام بتدويرها لأنها غير متناظرة. أما بالنسبة لهذا الشكل المربع عندما أقوم بتدويره أحصل على نفس الشكل، لذلك هذا الشكل هو حيادي. فهنا سوف أقول مثلا الحالة الافتراضية في حال إذا كان هذا الشيء بيس مساويا إلى كوارتيت أو شيء، فهنا لا تقوم بشيء. دعني أقوم بإعادة هذه إلى شيء، وهنا نقول return لهذا الشيء أي لا تقوم بالتعديل عليه. وأما في حال كان هذا الشيء لا يساوي الشكل المربع أو، ففعليا قم هنا بما يلي. الخطوة الأولى يجب علي القيام بإنشاء شيب مستقل مبدئيا، مثلا لنقول temp shape يساوي new shape بهذا الشكل. لماذا؟ لأنه فعليا الحالة الافتراضية سوف أقوم بجلب الشيب الحالي وأقوم بتخزينه ومن ثم أقوم بالتعديل عليه. فهنا قم بإسناد إلى البيس عند temp shape هذا البيس الحالي. فنقول هنا temp shape البيس الخاص به قم بجلب this piece، وبعدها سوف نقوم بالتدوير وذلك نسبة إلى هذه التوابع set x و set y. فنقول هنا قم بالدخول في حلقة مكونة من أربعة هذه الرباعيات الأربعة، وهنا قم بالتعديل فسوف نقول temp shape set x. سوف أقوم هنا بقلب هذه الإحداثيات فأقوم بإسناد الواي إلى الإكس والإكس إلى الواي. فهنا عند هذا الإندكس قم هنا بجلب الجيت واي الخاصة بهذا الشيب هنا. فإذا قلنا this أيضا لا مشكلة. بالنسبة للست واي قم بإسناد الإكس مبدئيا بهذا الشكل،
وبعدها بعد الانتهاء من هذه الحلقة نقول هنا return لهذا time shape. دعوني أقوم بتجربة. فهنا إذا قلنا قم بالذهاب إلى game، وعندما أقوم مثلا بالضغط على زر معين وذلك هنا لنقول مثلا إذا قلت up أقوم بالاتجاه والدوران rotate left، وذلك دون التعديل على هذه الأحداثية. لنرى إذا قلنا طبعا هذه لا يتم التعديل عليها، أنتظر الشكل الآخر، أيضا هذه لا أستطيع القيام بالتعديل عليها. فهنا إذا قلنا بالضغط نراها بهذا الشكل، نرى كيف أنه فقط أستطيع القيام بالتعديل عليها باتجاهين. لماذا؟ لأنه فعليا هنا لم أقم بالتعديل على الإشارات الخاصة بهذه الشيء، بقيت فقط محصورة ضمن اتجاهين. لذلك إذا أردت القيام بتدعيمها دعني أقوم هنا عند الشيب بضرب هذه بإشارة ناقص. لنرى بهذا الشكل، دعني مثلا أقوم بتجريبها على شيب آخر تمام بهذا المظهر. جيد جدا. ودعوني أقوم بشكل مشابه بإنشاء تابع آخر من خلاله أستطيع القيام بالتدوير وذلك باتجاه معاكس. فنقول هنا rotate right نسبة إلى هذه الواي والأكس، ولكن نقوم بالتعديل على الإشارة بهذا المكان. وهنا عند هذه الجيم نقوم هنا بإضافة زر آخر يعبر عن الداون ونقول rotate right بهذا الشكل. لنرى فهنا كما نرى أقوم مرة بالدوران نحو اليمين ومرة نحو اليسار، ونرى كيف أقوم بالعودة. جيد جدا. وبهذا الشكل نرى كيف أنه تمكن من القيام بتدويرها والقيام بإكسابها هذه الميزة، أي تجعلها ديناميكية وتتيح للمستخدم القيام بوضعها في المكان الملائم والمناسب نسبة إلى هذه الفراغات الموجودة في الكونتينر. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.